تو فين حسين؟ تو فين يا عم؟ فين عشان السلام على الهوست وجماله. كانت بدل ما تقطع حلوة ازاي؟ لافا ماله في ايه لافا؟ اصل زعل جبت زعتان دلوقتي اصلا من الشوب. انا زعتان عم انزله انا ما انزلوش اصلا. انا بقول لك بس ما تنزلوش. بقول لك انا هطير انا بقى عشان الاغاني ده بتعمل لكم ازعاج وانا مش عايز اكتب. يلا ماشي نظام طيب. انت تابع على طبعا استنى احسن ما تمشيش يا حسين. تحس ان كروتو مستهلك. ما بطول هو نفسه الواحد يكتب كارد. بتعمل لو كسبت كارد بس 14 يا حسين. الحد الجديد بتاع ساعه طول اليوم والله. والله العظيم معايا ساعه تانيه بس اكسب كارد اربعه من الحد الجديد. اهو رقم الطين. ايه ده في لافا يا اسطى الصلعه ايه؟ معرفش مجلس اثنين يا كده والله عصرانين عليه. اثنين اثنين يقولون الحمم يا اسطى. مجلس مجلس لا انا عايز ثلاثة مجلس. اشوف مين كل اللي عاوزينه جمعهم في التيم وبنزلهم. لا انا بقولك اللي انا عايزه. عايز اروح انزل 2 جريم 3 خلاص لافا. وعاوز ينزل بس طالع فوق مش عارف ينزل. بقول له انزل تحت هتعرف.
ايه كل ده بتاعه انت عرفت ازاي لو مش عارف يعني هو مش عارف يرجع هو ملعبش ايس ديمو فور ما نزلش ورا الزلطات ده مالك الزلطانات يعني مش عارف مالك انت الزلطانات راح نزل الكريم يا حسين لو نزل حاجه حد يقول لي بقى شوف بقى هيعمل ايه فاكر ما تستنى عايزين نزل دكتور ايه هنزل جريم اتنين تلاته قصدي جريمين تلاته ماشي هو لوفا راح فين؟ استنى 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 ايه؟ لوفا راح عند راح هنا كده عند جنون البار تعال بص اهو وانا جيت انا كنت عايزك تشوف استنى هو هينزل ايه يا عم ده التلاتة اللي هيخلص طيارة ده نزل اهو نزل ايه ده حسين ده جديد يا حسين ايوه ايوه بس كده صح؟ ايوه اوعى ينزل على تبارك لا لا ما ينزلش انت مجنون ما ده انت لو قلت له مال بكره هينزله برضه عادي عند عثمان على كيف الصيادين يلا افتح فيه خلاص كده انت نزلته ايه في التوقيع حسين قاعدين هناك مش هنزل كده كده مش هكسب فجيت هنا خلاص راح نزل لي اهو نزل ايه كمان ده نزل اللي هو التاب فروزن هو ده اللي انا قصدي عليه بسميه فروز عشان ما اعرفش اسمه ايه هو اسمه فروز حاجه بس انا بسميه بتاع فروز انا بسميه فروز اسمه فروز باي اسمه فروز باي كده معايا صحه ثانيه طب ايه طب هو هو البتاع اللي ابو قرن ده اسمه ايه؟ مانتي انا عايز ده اللي ابو قرن ده ابو وش دموي ده وخلاص ما هو قال لك مش عارف نقتله عشان ايوه ايوه لا انا بتكلم عن الكوليكتات اللي عندي انا بشوف بس انا بحسب عندي معايا منه اثنين مونتي كور انهي واحد اللي هو الاحمر اللي انت عارف لا يا اسطى بلاش ده استنى خليه دلوقتي اوكي ده احسن هيبقى التشيب بتاعه كبير مين اللي هو اللي ابو وش ده ما هو ده انت قصدك على هيكت بور هيكت بور بس هو كتير يعني بيتحرك كتير يعني بيجري ولا بيطير؟ لونج بيل في نفسه يعني يا ريت والله يا ريت هو هو ليه الكروز ما بتجيبناش كده في الفترة دي؟ قصدك الكور ما بتجيبش اصل بص يا حسين تحس ان الكور ما بتجيبش ما هي بتجيبش يعني هتيجي في الريورد بس مش بتيجي على وشك يا مجنون انا يا ليلى ولا في السنت او اسماعيل ده هو الكارت لما بيجي هنا اصلا في المبات حته الجليد ده اصلا ما بيظهرش قدامه ايه؟ عند دوس ترف واول ما توصل عند العالم الحمراء دوس ترف هو بتاع حسين نمسز اربعه ده ما حدش لعب منكم حاجه صح؟ لا ما حدش يا ما تدوسش بسرعه انا قصدي ما حدش فيكم لعبه يعني لا في ميشن مش هروح يعمل لافا بينزل ايه طب اكتب لهم عشان محدش يروح بس. ما هو كله موجود انا مش ده الفويد اللي انا عايز منه المشكله مش فاتح الكوليكشن بتاعه ولو يقعد ويسمع يشوف كل واحد فينا عايز ايه والله انا عايز ينزل خلاص اي حاجه هو ليه ما بيجيش هو مش جاب جيز الجهاز ده مش عارف انا مش قاعد ليه هنا بس بشوف الصبح ليه اي ماشي بس انا عايز ايوه انا قصدي اللي هو جاب انا قصدي اللي هو جاب جهاز جديد عشان يقعد معانا وكده صح؟ لا امال